مواليد بتدور في كمبور حكايتها حقيقة وخيالية رجل الأعمال المشهور في محل ملابس داخلية ومراته قاعدة في البيت عاملة لي فيها إنجليزية وأخوك موهبة غير طبيعية وبيقدر يقرا أفكارك وجنبه في الناحية التانية عيلة داره اللي سكن جنبه بيع بولي صدق مين فاشل ومراته اللي شايلة همه يطبخ هو ويمسح يكنس وتحضر هي الميزانية كان مالك انت ومال جارك تخرج وتقلل مقدارك غيابك عند جارك يا اخي ايش ودك لجارك ايه خرجك من دارك يا اخي تقلل مقدارك انت بتتفرجي على فيلم؟ ايوه يا تيواري بتفرج على فيلم كراش بتاع ابطال خارقين. ما اسموش كراش، اسمه كريش يا حبيبتي. الله ينور عليك. انا بقى الابطال الخارقين دول بحب اتفرج على افلامهم قوي. ايوه ما انا عارف، ما انا شفت اسطوانات كتيره موجوده في الدولاب بتاعك. انت عارف البطل الخارق ده بيقعد ينط ويعمل حركات ويساعد الناس، انا بحب كده قوي. مادام البطل الخارق واكل دماغك قوي كده، يا ترى ممكن في يوم تعجبي بواحد فيهم اكتر مني؟ تيواري هو ايه اللي انت بتقوله ده؟